متواجدين اليوم في دعم دولة المغرب الشقيقة في إن شاء الله وصول منتخبها يا رب للأدوار النهائية ويفوز إن شاء الله، يفرح العرب ويفرح إن شاء الله جميع القائمين على هالإنجاز إن شاء الله. لهم التوفيق، ندعي لهم التوفيق، وإحنا موجودين هنا ندعمهم ونسأل الله لهم التوفيق. وما شاء الله تبارك الله، يعني هم يعني احنا شايفين المباراة السابقة ما شاء الله انتصروا فيها، واحنا ان شاء الله نتأمل ونتوقع فوزهم في المباراة القادمة يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. احنا اليوم جينا باش نشجعوا المنتخب ديالنا، جينا باش نشوفوه، احنا فرحانين بزاف بالنتائج اللي عملوا، الإنجازات ديالهم كانت تبارك الله عليهم، الله يحفظهم، يعني قاموا بواحد المجهود كبير كبير كبير، وان شاء الله في النهار ديال الثلاثاء عاوتاني في هذه المباريات يكونوا عاوتاني مزيانين ويكملوا حتى لقدام، وحنا معاهم ان شاء الله وبالتوفيق. جينا باش زيارة الفندق ديال اللبؤات باش نقدموا لهم الدعم الكافي، وكذلك نحاول نحمسوهم ان شاء الله باش يزيدوا الى الامام. الحمد لله راه حققوا النتائج، الجمهور غادي يدعمهم الى اخر رمق ان شاء الله. يوم الثلاثاء بغينا جميع المغاربة قاطبة هنا عندنا في الملعب، وكذلك في الولايات هنا في استراليا، وكذلك عبر العالم. بغينا كل شيء يشجع وكل شيء يدعي معاهم ان شاء الله باش نحققوا اكبر انجاز، اننا نفوزوا على الفريق الفرنسي. اولا انا بغيت نشكر المراه المغربيه اللي قدرت انها تبين للعالم انها تقدر تتفوق في كاع المجالات، وهذا الشيء اللي بين لنا اليوم المنتخب ديالنا النسوي، وكنتمنى لهم النجاح في المسيره ديالهم، وهذا انجاز تاريخي بالنسبه للكره المغربيه والكره الوطنيه. كنتمناو ان شاء الله يديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله غدا في المقابله نهار الثلاث، في المقابله الرسميه المصيريه اللي مع فرنسا. فرنسا ماشي منتخب قوي، ولكن حتى هنا عندنا لابوات، عندنا اللاعبات اللي يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه. احنا اليوم موجودين في ادلايد، جينا باش نساندوا المنتخب المغربي للسيدات، كنتمناو لهم حظ موفق الماتش ديال نهار الثلاث مع المنتخب الفرنسي، وكيف ما كانت النتيجة احنا مساندينهم، وغير التأهل ديالهم كان فرحة كبيرة لنا، كنتمناو لهم التوفيق وان شاء الله غالبين نهار الثلاث ان شاء الله. هذه عندنا واحد الفرصة ما تنظنو باش تكون عندنا الفرصة باش نشوفوا المغاربة والمغربيات شيغتو لي جواز، وفرحنا وجينا لي سيبور ان شاء الله غينجحوا ان شاء الله، غيكون لا فينال مع الاسترالي في لا فينال ان شاء الله يا ربي. جينا اليوم باش نشجعوا المنتخب الوطني، وفرحانين بزاف بالانجازات ديالهم، وكنتمنى لهم حظ سعيد موفق ان شاء الله في نهار ثلاث ان شاء الله. هلا 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 مسبوعه ورجاله بيو.